ينادي ابنه فلا يسمع ولا يجيب تمر من امام ابنتها فلا تنتبه لها ولا تلتفت اليها انهم معزولون عمن حولهم بالعالم الافتراضي عالم الالعاب الالكترونيه وقد اصيب الكبار والصغار بهوس اللعب بها ساعات طويله حتى تحول الامر الى ادمان وقد لا ينتبهون إلى الأخطار الجسيمة التي تحتوي عليها الألعاب الإلكترونية، فمن الألعاب ما يحتوي على الشرك كتعظيم الأصنام والصلبان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، ومنها ما يشتمل على السحر والشعوذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات الشرك بالله والسحر. الحديث ومنها ما يشتمل على العري والمناظر التي تخدش الحياء وتدعو إلى الفحشاء، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كما انها تفسد واقعيه الطفل بتربيته على عالم الاوهام والخيالات كالكائنات الفضائيه ذات القوه الخارقه التي لا وجود لها في الواقع ومن اثارها السلبيه انها تربي العنف والعدوانيه في نفوس الاطفال كما تزرع بينهم الكراهيه كما يفعل القمار وهي تضر بالصحه كاضطراب الأعصاب ورعشة الأطراف وآلام الظهر وضعف السمع والنظر كما تؤدي إلى الاضطرابات النفسية ومرض التوحد والاكتئاب ولا يخفى تضييعها للأوقات وإلهاؤها عن الواجبات قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ألها وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة واما سائر ما يتلهى به البطالون من انواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام فاترك هذه الملهيات واقبل على ما ينفعك واعلم انك محاسب على عمرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه